وإنا إلى ربنا لمنقلبون
ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقالوا لو شاء بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال إلا قال مطرفوها إنا وجدنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي
يا عالم ما بين أيدينا وما خلفنا
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.